عليكم، مرحبا بكم في مطبخ أمونة البيضاوية. اليوم جيت نقدم لكم هذا الكرواسون لتجي رائعة بالعجين المورق، أسهل عجين مورق اللي غادي تقدر تنجح لكم فيه كرواسون. نتمنى تتابعوا معي الفيديو الأخير. الآن نمشيو للمقادير وطريقة التحضير. على بركة الله، بالنسبة للمقادير اللي سنحتاجو، سنحتاجو واحد نص كيلو ديال الدقيق الأبيض يكون نوع الممتاز، قبصه ديال الملح، واحد صاشيه ديال الفاني، نصف كاس ديال الزيت، معلقه كبيره ديال الخميره ديال الخبز، ثلاثه المعالق ديال السكر سنيده، وحليب دافئ اللي جا من العجين. وسنحتاجو للزبده ديال التوراق، واحد 250 غرام ديال الزبده، النوع اللي تتبغيو، المهم تكون ديال التوراق. الان غادي نخلطو كل العناصر جيدا، وغادي نعجنو بالحليب. غادي نجمعوها مزيان، من بعد نديروها فوق سطح العمل حتى ندلكوها مزيان ونخليوها ترتاح. هنا من بعد ما جمعت العجين درتها فوق سطح العمل. هنا كيما تلاحظوا راه دلكتها مزيان، ما نقصحوش العجينه بزاف، خصها تبقى عندنا لينه كيف ما تلاحظوا. ندلكوها مزيان، من بعد نديروها في شي اناء ونخليوها ترتاح. ترتاح لينا تقريبا واحد 20 دقيقه، عاد ندخلوا فيها الزبده باش نورقوها. من بعد ما ارتاحت لينا غادي نحيدوها من السلوفان على هذا الشكل، وغادي نجيبو المدلك وغادي نرشو القليل من الدقيق فوق سطح العمل. غادي نسرحو العجينه ديالنا على هذا الشكل، وفي نفس الوقت انا خديت هذيك المارغرين الزبده درتها في واحد كيس بلاستيكي او ورق الزبده، درتها على شكل مربع باش ندخلها وسط العجين. كيف ما غادي تلاحظوا راه الطريقه غتكون كلها باينه، كلها باينه في الصوره هكذا على هذا الشكل. وغادي ندخلها وسط العجين. من بعد ملي غنديرها وسط العجين غادي نقفل عليها العجين على هذا الشكل. غادي نحاول نسد كاع الجنيبات باش ما تخرجش ليا الزبده من الجناب. من بعد غادي نطلقها بالمدلك، غادي نسرحها مزيان، غادي نعطيها الطول ونعطيها القليل من العرض كيف ما غادي تلاحظوا في الصوره. غادي نخليكم مع الصوره لانها فيها كل شيء مشروح. من بعد ما طويتها للمرة الاولى على شكل كتاب، غادي نسرحها عاوتاني وغادي نطويها المرة الثانية على شكل كتاب. من بعد غادي يكون عندنا واجد العجين المورق. وهنا غادي نقطع العجين ديالي على جوج. كيف ما تلاحظوا راه عجين مورق ساهل وناجح 100%، غادي يولي عندكم معتمد. نتمنى يعجبكم هذا الفيديو. الان غادي ندوزو باش نشكلو الكرواسون ديالنا. هنا غادي نطلق القطعه الاولى ديال العجين على هذا الشكل باش نشكل منها كرواسات، يكونوا كرواسات رولي.
على هذا الشكل ما غاديش نخليو، ما غاديش نرققوها بزاف، غادي نخليو السمك ديالها يكون غليظ شويه باش تجينا الكرواسه ديالنا منفوخه. بعد ما سرحتها غادي نقطعها قطع متساويه على هذا الشكل، غادي نرسمهم بالموس او الجراره ديال البيتزا تتكون سهله. من بعد غادي نقطعهم على شكل مثلثات كيف ما تلاحظوا، راه الطريقه سهله. وغادي نلم واحد الفتيحات في الجنب على هذا الشكل في الوسط عفوا، وغادي نجيب المدلك غادي نسرحها واحد شويه. من بعد غادي ندير قطعه ديال الشوكولاته وغادي نروليها، راه سهله. ناخذ القطعه الثانيه ديال العجين حتى هي غنسرحها بنفس الطريقه، وغادي نقد لها الجنيبات ديالها على هذا الشكل، وغادي نقطعها حتى هي مرصوات على هذا الشكل اللي غادي ندير بهم الكرواسه مربعه. غندير الشوكولاته وغادي ندور على هذا الشكل كيف ما تلاحظوا، راه الطريقه سهله. وغادي نستفهم في الطاوه ديال الفرن ونخليهم حتى يتضاعف الحجم ديالهم. خاصهم نديروهم في شي مكان دافئ باش يخمروا لينا دغيا، لانهم تياخذوا الوقت في الخميره. وهنا من بعد ما خمروا لينا تيوليو على هذا الشكل، غادي ندهنوهم باصفر بيضه والقليل من الخل. غادي ندهنوهم مزيان وغادي ندخلوهم الفران اللي غيكونوا مسخنينو على درجه 250. غادي يطيبوا لينا مزيان من تحت، من بعد غادي نحمروهم وغادي يخرجوا، ولكن ما نحلوش عليهم الفران نهائيا. هذا هو السر باش يجينا العجين مورق زوين. كما تلاحظوا هنا راه في الفران راه تنفخوا لينا وتضاعف الحجم ديالهم. هنا راه ما حلتش عليهم انا الفران، غير من الزجاجه ديال الفران، لان الا حليتنا عليهم الفران تيتفشوا وتيجي بحال شكل الطياب ديال الكيكه. هما ما تيبغوش تحلي عليهم الفران مره، خاصك تسدي حتى يطيبوا. من بعد ما خرجناهم من الفران هذا هو الشكل النهائي ديالهم، صراحه تيجيو رائعين. غادي تجربوهم غادي يوليو معتمدين عندكم، عجين مورق ناجح وسهلين في التحضير. نتمنى تعجبكم هذه الوصفه ونتمنى يعجبكم هذا الفيديو. الى عجبكم ما تنساوش تابوناو في لاشين ديالي باش يوصلكم جديد الوصفات، ودعموني بلي لايك وما تنساوش لي كومونتير. وشكرا بزاف على المتابعه، دمتم في رعاية الله وحفظه. مع السلامة، إلى فيديو قادم إن شاء الله.